الفنانة اللبنانية كارين رزق الله تظهر في صورة تثير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت عارية وترتدي جاكيت فقط وتداري بيديها مناطقها الحساسة. تابعوا معنا التفاصيل. أثارت الفنانة اللبنانية كارين رزق الله جدلا كبيرا بعد كشفها عن صورة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، ونشرت كارين الصورة عبر حسابها على الإنستجرام وظهرت ترتدي جاكيت فقط، فيما كانت تجلس على كرسي وتداري بيديها على مناطق جسدها الحساسة. التفاعل الجمهور مع الصورة، البعض سخر منها وقال إنها لا تمتلك ثياب لترتديها، فيما انتقدها آخرون وأكدوا أنها ممثلة كبيرة ولا يصح أن تطل على جمهورها بهذا الشكل الجريء. ومن جانبها لم تعلق كارين على هذه الانتقادات، يشار إلى أن كارين تنتظر عرض أعمال شاركت في بطولتها ومنها مسلسل 350 جرام من بطولة عابد فهد وسلوم حداد. بعد نشر هذه الصورة الفاضحة علقت عليها كارين رزق الله وقالت: اللبنانيون إناس أحرار وأرواحهم حرة، لذلك من الصعب التحكم بهم. هذه الصورة أحدثت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليعيد مستخدمي هذه المواقع نشرها معبرين عن غضبهم الشديد من إطلالة الفنانة اللبنانية، ومعتبرين أن هذه الصورة لا تعبر عن لا رسالة ولا شيء، وإنها تتبع مبدأ خالف تعرف. وقال أحد المتابعين: أنا شخصيا ما كنت بعرفها، الآن عرفتها. وقال أحد المتابعين: أقسم بالله أشفق على المشاهير وهم يعرضون أجسامهم مثل البضاعة المكشوفة. قال أحد المتابعين المدافع عن كارين عبد الله وقال: أنا شايف أن الصورة رمزية لحالة لبنان السياسية، في نظري لبنان بلد جميل بيتعرض لأزمة اقتصادية كبيرة نتيجة لأزمته السياسية الأكبر. كارين رزق الله كانت قد فاجأت متابعيها بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بظهرت فيه ببطن منتفخ وكأنها حامل، وعلقت على الصورة وقالت: ما تصدقوا مسحة. بعدما أثارت أيضا هذه الصورة الكثير من الجدل، ظهرت الفنانة وأوضحت أن هذه الصورة من أحد مشاهدها في عمل جديد.